أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بلوغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي، حيث وصل حتى 6 من يناير عام 2018 إلى 445,593 ناخبا وناخبة. هذا فيما أفادت المفوضية عبر نشرتها اليومية لعدد المسجلين جدد أن العدد الإجمالي المسجل في منظومة الناخبين تجاوز 1,911,671 مسجلا. وتأتي هذه الأرقام التي أعلنت عنها المفوضية بعد شهر كامل من بدء عملية تحديث السجل الانتخابي، والتي بدأت في 6 من ديسمبر الماضي.